علاش تحيدوا معهم قشطه؟ عندي الوقت كاع يجيو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدي الكرام، مشاهدي قناه شبكه ديريكت. مشاهدي الكرام، نحن الان امام ملحقه الامان بسيدي مؤمن، امام معتصم الكرامه الذي فضه اليوم قائد ملحقه الامان واعوانه، كما يقولون تم فضه بوحشيه كبيره. نحن الان مع الامهات اللواتي يعتصمن في هذا المكان كما ترون. أن نأخذ عنده شي تصريحات على الفض وعلى الهجوم الشرس اللي كان يوم فض الصباح اليوم على الساعة 6 صباحا. شريفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشنو وقع لكم الوالدة اليوم؟ ناعسين ما علينا ما بينات، جاو عندنا مع صداق القسم، جاو جروا علينا ديك العشة اللي مدرقن بها، قطعوا القنانب وجروا وجاب لنا المخازنية ديال المقدمية ديال الرحامنة، كيضربوا فينا هنايا والقوة والبوليس والمخازنية. جاب لينا من الخزن البوليس، دنا متوقه مع راسنا باش تبلينا ناس وضربونا. عبد ضربني دابا انا بحجره هنايا الكتفي، ما قداش نوقف، ما قداش نهضر، كنهضر من هذيك الحجره، كنهضر من الخلف ديالي. شردنا هذا القيد، شردنا من 2013 ودابا شهرين وحنا حدا المقاطع، ما بغى يدير معنا حتى شي حاجه. والراجل قاتل، وانا عندي الحصه ديالي بوحدي، وهي عندها المراه الاخرى عندها الحصه ديالها بوحدها، وتيقول لك انما ماشي ديالكم، ديال المجرمين. واش كاين ولا يعقل؟ واش كاين شي مجرم في هذا يمشي معاه هنا؟ واش كاين شي قانون في البلاد؟ هذا الخيط ما عرفنا مالو معانا، شردنا، شرد ولادنا. انا دابا انا باركه في الزنقه، لا ماكله لا معيشه لا والو، ما عرفت راسي واش انا في المغرب ولا ما عرفت انا منين، لا لاكارت، كلشي 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 تجردنا منه، حتى شي حاجه ما بقات عندنا الا الانسانيه اللي بقات فينا. ما عرفنا هاد السيده اش بغا عندنا، واش شنو ما بغاوناش، ما بغاوناش نكونوا مغاربه، يحلوا الحدود، خلينا نخرجوا من هاد البلاد الا ما بغاوناش. يعني حنا مغاربه مع اب عن جد، الا ما بغاوناش يحلوا الحدود نمشيو بحالياتنا. حنا تغى علينا هاد الخيط، واش حنا ما عرفناش شكون هو، ما عرفناش شنو هو، اش باغي منا حنا؟ بغيت نعرف اشنو باغي منا. ملي تيقول لي تمشي مع مجرم، واش هذا كاين شي قانون في البلاد ولا ما كاينش؟ واش حنا كنمشيو مع المجرمين؟ انا ولادي جوج ولاد وبنتي، يقول لك لا، النمره كتبقى في سميتو وتمشي معاه انتيا، النمرة كتبقى في سميتو وتمشي معاه انتيا. لا لا وافين لا لاكارطة الدراري بربعه، واش حنا لاكارطة اللي بغينا نصاوبها مشيو عندو حتى الحبس العكاشه باش يجي يصوب لي انا. وهذا الراجل مخرجني عنقو من 2000 من 94، عندي وراق ديك ديك مجيبه اللي سميتها ديال البنان، بينما ما كنعيش معاه ما عرفتش اش مشات ليا من عقلي كثرة الظلم. انا بعدا عشت الظلم في البلاد، انا ما عرفش راسي واش انا مغربيه ولا لاجئ او لا، ما بغيت نعرف انا شكون. انا نتاكد حتى كنقلب لاكارت ديالي كنصيب راسي حامله الجنسيه مغربيه، وكنت لابس وكنلقى ولادي تما حامله الجنسيه مغربيه، عاد نعرف راسي بانني من المغرب. الحاله اللي طرات لينا اليوم، لو نكونوا عند اليهود ما طراش لينا، لو نكونوا عند اليهود جاو داروا لنا واحد الحاله ما يعلم بها الا الله سبحانه، وتيقول لنا نوضي نوضي ولا غتسمعي شي حاجه ما عمرك ما سمعتيها. ونهار نهار السبت نهار الجمعه مشينا درنا وقفه في العماله وقالوا لينا سيروا من تما كاينه، حتى نهار السبت جيو تلقاو الجواب ديالكم مني مشينا. حنا بزاف الناس، 10 الناس بينما باش ناخذوا ديك اشنو هو الجواب ديالهم. مني مشينا للعماله دخلونا تما كاينه، جا واحد خينا كتفضفض علينا ما تنفقش عليا، انت حامل جنسيه مغربيه ولا كنحامل جنسيه مغربيه؟ ما عندكش حق، ما طالبش ما عندك حق في المغرب، انت مغربي وانا مغربيه. دخلونا لواحد قاعة انتظار ويجي قايد تما كاين دياجي، جا هضر هويا، جاب لينا خمسة البراوات. قال لي فرح فاطمة غتسني، واش قارية؟ قلت لي ما قارياش، قلت لي ما عمر مدرسة مشتا ولا دزتها كاع من حداها، لا لا باش انا غادي نسني لك على لا على 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 جوا مسدود. واش انا مسطية؟ راه اللي كيسوي اللي كيسني يعني راه مسطي، راه اللي قاعد يشدوك البوليس وكيديروا لك بحضر يقول لك قراه عاد تسني عليه، ولا ما غاديش تسني ما تسنيش. قال لك غادي تسني، قلت لي ما نسنيش. قال لي علاش؟ قلت لي ما يمكنش، قلت لي قراه ليا نتايا ونعرف شنو هو فيه، ديك الساعه ممكن نسني ولا ما نسنيش. يقول لي برا عيط على ضرتي، قال لها تجي تسني. قالت له انا ما عارفاش ما قارياش، سني قرا ليا، الا كان هذا مصالحي نسني فيه، ما كانش ويقول لنا برا 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 برا، انتم راكم معروفين الله عمر العماله اللي بركتو فيها وبلاتي عليكم، راكم معروفين. بغيت نعرف انا كيتحلف عليا، اش بحق باش يتحلف عليا؟ انا كنطالب في حقي مشروع،
انا كان طالب في حقي مشروع حقي وحقي وحقي وحقي، انا ما غنتنازلش عليه، يا بالموت يا بالحياه. بين هذا القيد يعني راه دارنا في كرشه، ما بغاش يعطيني حقي، كيقول لي النمره كتبقى ديال مولاها. واش انا والده جوج ولاد كي غندير لهم انا، وبنت كي غندير لها اللي عاطيني قالك تمشي وتبقى النمره في سميتو؟ يقدر هو داك المقاول يدير معاه ويبيع وفين غنمشي انا؟ غنمشي انا وهاد الاولاد؟ يعني ملي غتبقى النمره في سميتو انا لا علاقه، انا عيوت بها يبيعهم نبقى في الشارع. اللهم نبقى فيه، اللهم النمره يخليوها للمجرمين. دابا ولا الحق يتعطى للمجرمين، هما الصالحين ضايعين. ولا اله الا الله ومحمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. الوالده شحال وانتي دايره معتصم في هذا المكان؟ من نهار 4 في شهر 7 يعني تقريبا 3 شهور. عيدنا في الزنقه، عيدنا في الزنقه مشردين كلشي، العيد ما عيدنا ما عدناش، تركه ما عديش. واش كاين انا عودي بلا ما قلت انا نبرك في الشارع؟ واش انا مرا في عمري 50 سنه نبرك في الشارع؟ واش انا نمشي ندور العزازه وانا في السكن ديالي؟ واش انا نمشي ندور العزازه نبرك فيهم؟ هذا هو الخطاب ديال صاحب الجلاله، ماشي خطاب ديال صاحب الجلاله. يعني كيديروا داكشي اللي بغاوه هما وحنا ضايعين. رساله الى من يهم الامر، المراه تقول بان عندها 50 سنه وعاشت في الزنقه لمده 3 اشهر، عيب وعار، عيب وعار. فين هاد المسؤولين؟ فين المعابر الاعلاميه؟ فين المنظمات الحقوقيه؟ عيب وعار. انتقلوا للام اخرى في هذا المعتصم، امي فاطمه كتمشي مع مصطفى. مصطفى اشنو وقع لك اليوم مصطفى؟ امي فاطمه اش وقع لك سمعتي هذيك مصطفى؟ حنا خارجين انا وياك، خارجين الزنقه نباتوا فيها نطلع لا ماكله لا شراب لا والو حتى الليل. ما عطانا كلمه، ما عطانا حتى حاجه، قال لنا سيروا ديروا نباتوا ولا سيروا ما عندكمش. وانا انا وبنيتي نباتوا في الزنقه في الليل، راك شتي فين كنعشوا. ايوا كما تلاحظ المشاهدين الكرام، هذه امي فاطمه المعروفه بالقريفي، امي فاطمه المعروفه بالقريفي التي اعتصمت لمده 9 اشهر الان، 9 اشهر هي معتصمه امام ملحقه الامان بسيدي مومن. فيديوهات بزاف عند امي فاطمه، نعطيكم ان شاء الله من بعد الليانات ديالها باش تشوفوا الفيديوهات ديالها، لان عانت الام عندها ازيد من 80 سنه وهي في الشارع بدون ماوى بدون اكل بدون شرب. يعني السيدة عايشة في الزنقة لمدة 9 شهور، صوروا معي عباد الله، السيدة كبيرة في العمر ديالها في الزنقة، عندها 90 عام وعايشة في الزنقة لمدة 9 أشهر، صوروا معي، خليكم هذه الرسالة. انتقلوا للأخت صدقتي، أشنو واقع لك شريفة اليوم؟ حاليا الدراري الدرني مستافد وحيدوا هذاك، حيدوا بجمعة وانا يا دابا انا وباهم وعندي جوج دراري مجوجين، واحد في 2011 وواحد في 2007 وواحد عنده 28 عام، كلو تلاحق والدريه جوج، وانا وباهم وغنعطى عند بنا وغدا معنا الدريه. الدريه ملاحقه باقا تفوت ما بقاتش خوطه، بقات تسكن مع خوطه، ذهب وجمعه كذا تمشي معاه في الزيت. وانا غنعطي هاد البنا وناخد جبرت ما كي غندير الدراري بغا يسكنوا غادي يبقاو فيك. اللهم ودي انا يا ما عرفتش والله ما عرفتش. اش طالبه الوالده دابا؟ اش طالبه؟ قابله يعطيني انا وولادي، ولدي ولادي وبنتي تمشي في حيطها. الشريفه من اللي ريبي لكم دابا المعتصم ديالكم اللي تباتوا فيه؟ فين دابا غتباتوا هذا النهار؟ غنباتوا في الزنقه، باتوا في بيبان في عباد الله. شكرا شريفة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معتصمين من نهار 4 في شهر 7، حنا معتصمين بالليلة بنهارها. وهاد السيمانة مشينا للعمالة، ملي مشينا للعمالة قال لك نهار الخميس مشينا، نهار الجمعة مشينا للعمالة، بقاو كيديو فينا ويجيبو لنا البيضة، قالنا الصباح غتجيو، نهار السبت ما كايناش خدمة وغتجيو لينا الصباح المقدمية ديال تما، والقيد ديال السيد ديال البرنوسي تيغوت تيقول لك حيدوا لي من تما الصباح هذا جيو غنفك من وجهي. ملي هبطنا نهار السبت في الصباح بقينا كنتسناو من 10 داروا معنا مع 10، ما دخلونا حتى ل 12 وحنا في الشمس تنتبخوا في الشمس. ملي دخلنا حتى جانا هذاك القيد دياجي دياجي ولا سميتو، المهم ديال العماله، عيط على فرح فاطمه هي الاولى درتي، عيط عليا انا سبعان فيزا
قال لنا ودي غنعطيكم واحد الجواب ديالكم وغتسينيو عليا غتبصمو عليا ماشي سنياتور غتبصمو. وانا نقول لي قال درتي واش كتعرفي تقراي؟ قالت لي لا. قال لي انت كتعرفي تقراي؟ قلت لي لا. ويقول لي غتسينيو المهم غتسينيو على هاد الجواب ديالكم ديال الرب ديالكم. قال واحد السيد قال لي جيب لي ديك البواطه ديال القصير. قلت له ودي انا ما غنقدرش نصملك. قال لي علاش؟ قلت لي انا واحد المراه اميه ما قارياش انا بغيت نعرف هذيك الورقه بعدا اللي غنسيني فيها اشنا هي فيها وهذيك المراه اللي مسنوده بغيت نعرف انا شنو فيها. قال لي وا تري بيدو هاكا الكاميرا. قلت انا ماشي سوق الكاميرا الكاميرا ما عندي ما ندير فيها انا بغيت نعرف بعدا اشنو فيها ديك المراه وديك الورقه اللي عطيتيني نسيني فيها اشنو فيها ما يمكنش لي انا نمشي فيها نص بقعه. هو يقول لي غتاخذيها غتسني فيه بصمي ما قدرش انا نحل هاد البرا غتاخذيها تي حتى البرا تحلها خرجي برا سطح راسك مع الحيط ودبري راسك المهم حتى تخرجي برا وعاد تاخذيها. وانا هاد السيد اللي راجلي اللي قتل لي ولدي من نهار 14 نهار 2014 نهار 31 شهر 1 دابا يلاه تشد في شهر 3 2017 شهر 3 عاد تشد وطلع النمره في سميتو يعني 3 سنين هادي عاد تشد اه 3 سنين و4 شهور عاد تشد كيقلبوا عليه لا تشد هو كيقلبوا عليه عاد تشد ونهار تشد لقيت كيقول لي قول اليوم غدا سيري يكون خير سيري يكون خير ملي تنقول لها سيبو جمعه راه ما عنديش باش نجي وانا بعيده طريق جديده تم ساسفه كيقول لي سيري الا كانت شي حاجه انا غنعيط لك ما تعيطش ليا. ملي تنجيت انا خطره اخرى تنقول لي نفس المشكل كيقول لي سيري قال لي حقا النهار غادي تشد راه غندير لكم غنصيفطكم في البقعه ديالكم والنمره غنردها في سميتكم. في الاخر صدق طلع النمره في سميتو كيقول لك لا هو مجرم عنده الحق ديالو بقى لي الحق ديالو حتى نهار يخرج وغادي ياخذو. وانا وبنتي عندها 14 عام كي غندير ليها والسيده ضرتي حتى هي عندها ثلاثه الاولاد كي غندير لهم فهاد نص بقعه نص بقعه كي غندير ليها. وفي الاخر يا داك السيد ديال العماله ملي قلت له ما غنسينيش في هاد البرا قال لي ما بغيتيش تسيني فيها. قلت له لا. هو يقول السيد اللي معاه قال لي كتب لي بين مرافدين ما غاديش تسيني وبركي عيا فينا. قال لنا خرجوا خرجوا عليا خرجوا عليا النهار والله العظيم حق الكعبه الشريفه ونلقاكم هاد الخطره هنا قدام العماله داكشي اللي غنديروا لكم ما نقولوش لكم لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم انا كنطلب السكن ديالي انا حقي انا الحق ديالي وديك النمره ما نمشيش فيها ديال المجرم ما نمشيش فيها ما غنقدرش انا واحد الانسان قاتل لي ولدي ما غنقدرش حار ولدو قتلو عاد انا وبنتي مستحيل غنمشي معاه لا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي اللي كنطلب. تقول الاخت كريمه تحدث لينا اول حاجه قبل ما تبدا تحدث لينا على المعتصم اللي كان عندهم اليوم في الصباح شنو وقع اليوم في الصباح شنو وقع التفاصيل كامله. انا ما تخيلتش راسي واش كاينه في المغرب. انا تخيلت راسي في الغومه انا كنشوف هذاك الشيء اللي عند الناس كنبكي واليوم بكيت على راسي. داك الشيء اللي داروا لنا اليوم المقدميه ديال دوار الحامله ما عمرو تنساه الباشا والقيد واللي معاه الناس الامن حتى واحد ما وصل لينا وحتى واحد ما ادانا. اما المقدميه تكرفس تكرفسوا علينا حنا ماشي مغاربه كنتخيل راسي انا ماشي في المغرب تخيلت راسي انا في الجزائر وغنقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. معاش اختي تم الهجوم ديالكم الهجوم ديال قائد اعوان ديال الصباح معاش تقريبا مع الساسه ساق القسمه يعني الناس باقيين ناعسين ونجمع عليهم حيد عليهم راد عليهم ناعسين حنا اصلا ريب عليهم والوقت اللي جا هبطوا هذيك الباش اللي كنا مدايرين مغطيين به مستورين به هبطوا الوقت اللي هبطوا بائدين ديالكم جاو حيدوا الباش ناعسين هبطوا حنا ما حسيناش الوقت اللي هبطوا وما عرفوش النساء يكون عريانات يكون لابسات يكون قدام ما تخيلوش هما انا هزوني من يديو لجريا هزوني انا والحصيره والمانطاج دار واحد الحاله قلت لك انا بحق تخيلت راسي ما كايناش في المغرب انا تخيلت راسي ما كايناش في المغرب انا الصباح ما كنتش في المغرب كنت في بلاصه على الحال اللي وقعت لي الصباح لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا القائد شكون هو اللي تجمع لكم هنا؟ شكون القائد؟ مجمع الديماني مجمع الديماني كيقول لي صبري اليوم غدا هاد السيمانه على السادة السيمانة الجاية السيمانة هذه السيمانة هذه دابا خمس سنين أنا عندي جوج الأولاد واحد ولد ختي يتيم مربيه على ستة أشهر وولدي عنده 10 سنين هاد الدري كنقول ليه راني كابر معايا راه عنده قال لي جيب لي شهادة دراسية مشيت للسونتر جبت لي شهادة دراسية قال لي لا جيب لي ديال المدرسة مشيت للمدرسة
اللي ديال الاعدادي قايا لا ديال الابتدائي ملي رجعت للاعدادي قايا بني مشيت للابتدائي قايا حنا التوصيه ديال الاعدادي ملي كيوصل الدري الاعدادي كنعطيو التوصيه كامل ما عليناش. طلعت النيابه واحد السيد عيط للمدير ديال هنايا ديال رحامنا ديال مدرسه رحامه عيط له دار لي فوتوكوبي ديالو ديال الابتدائي عطيتو يعني قال لي صافي سيركوني هانيه غادا تسير الوقت اللي جاي سيركوني هانيه هذاك الشيء اللي بغاه هو انا راه ما عنديش انا كنقولها وكنعاود انا داك الشيء الفلوس اللي بغاه هو انا راه ما عنديش انا راه ما عنديش الا هذوك دازوا بالفلوس راه عندهم انا راه ما عنديش ولو يكونوا عندي ما نعطيهمش ليه انا هذاك حقي هذاك حقي ويبقى حقي انا غنموت على حقي وعلى حق ولادي ولا نعيش على حقي وحق ولادي هادشي اللي غنقول وغنقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل فوق جمع الدمال هو بغى يشرد ولادي وانا ما كنسمحش ليه لا في الدنيا لا في الاخره وغنقول ليه يوم الدنيا وغدا اخره وقينا صلاه الجنازه وحده ما غايديروش عليك انت صلاه الجنازه بوحدك وانا غايدير عليا صلاه الجنازه بوحدي كاين صلاه الجنازه وحده وهادشي اللي درتيه فينا وفي ولادنا غايجيب الله منا غايديرو في ولادك وعقل عليها هادشي اللي وقع لنا حنا لولادنا عقل عليها وكنقول لك عقل عليها غايجيب الله اللي غايديرو في التريك 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 وانت ما عاطينيش سيدنا اللي عاطينا سيدنا اللي عاطينا وانت بغيتي تاخذ لنا حقنا قصوك دوزتيهم بالفلوس الناس ما ساكنينش بالفلوس جايين من الطاليان بالفلوس جايين من دوار بيه بالفلوس جايين من البرناسي بالفلوس جايين من المحمديه بالفلوس جايين واحد انا كنعرفو مجوز في ما خارج كازا انا العقل عليه بقى صغيره ما تلاقيت معاه ما نعرفوش عنده ثلاثه البنات مني شاف امه مدوزينها مع خصو مع خوتو اشنو دار مني جا هو عطاهم 10 المليون باش داز الوقت اللي لازم 10 المليون ديور حيدوا لي الدريات وداروا عازب الا كان هذاك عازب انا راه باقي ما تزدتش الا كان هذاك السيد اللي داز ثلاثه البنات داز عازب انا راه باقي كاع ما تزدت وغنقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك القايد عيط على على واحد المقدم سمعني كان مقدم ديالنا ديال بلوك 5 عيط ليه وشد ليه وقال ليه قال لي هاد الدري وهاد الدري راه مستافدين والقايد قال لي صافي قال لي هادو قال لي مستافدين مات هذاك المقدم والقايد رفضنا ما بقاش قايد مات المقدم وضاع حقك وضاع وخد حقك كيفاش ضيع حد الدري وهو طالع في السيف مشاهدي الكرام كما تلاحظون الامهات المشردات في هذا المكان كما تلاحظون من امام ملحقه الامان نودعكم في هذا الريبورتاج على ما وقع في هذا اليوم كما تلاحظون ملحقه الامان وحدها الامهات انتقلوا ان شاء الله الى معتصم الكرامة اللي فيه مصطفى المحاسين تا هو ناخذوا عنده الاستجوابات ديالو والتصريحات ديالو على هذا النهار كيفاش ريبوا ليه البراكه ديالو عندكم شي حاجه جديده اختي مازال شي كلمه اخرى لا لا اللي هزوني كيفاش برمدوني في هذاك الصباح حسبي الله ونعم الوكيل لا ولا مصطفى اي الاحباب الكرام رساله الى من يهم الامر نحن نقوم بوقفات نقوم بمسيرات من أجل الأقلية المسلمة في بورما وفي بلدنا بورما في هذا البلد الأليم أو المؤلم بورما عندنا بورما في المغرب كما تلاحظون بورما في المغرب شكون يقف مع هاد الناس فينا هم المنظمات الحقوقية فينا هم الأحزاب فينا هم المنابر الإعلامية تحت ما جا عندهم وتحت موقف في المحنة ديالهم تيعانيو شهرين وأزيد ثلاث أشهر هم معتصمين في هذا المكان وعيد الأضحى عيدوا هنا ودوزوا هنايا وما كاش اللي يطلع لهم دوزوا عيد الفطر هنا ما كاش اللي يطلع لهم دوزوا عيد الأضحى هنا ما كاش اللي يطلع لهم الأم فاطنة دوزت جميع الفصول وما كاش اللي يطلع لها ولي يسوي عليها إذا فينا هم هاد المنظمات الحقوقية فينا هم هاد الأحزاب فينا هاد المعارض الإعلامية واش هاد الناس ما تستحقوش تقفوا معاهم هاد الناس ما تستحقوش تضامنوا معاهم ولو اضعف الايمان هو البارطاج لهذا الفيديو الا ما قدرت واحد يقف معاهم
يبارطاجي هذا الفيديو باش يصل اعلى السلطات في البلاد. علاش ولي هي سعيد عنده 41 سي محمد عنده 38 علاش الدراري كيضيعوا في الحقوق ديالهم؟ علاش علاش حنا كنبقاو ضايعين حنا في حقوقنا وحنا وليداتنا والدين هنا وزايدين هنا ويجي واحد اخر بالغان ياخذ الحق ديال هاد الوليدات وهاد الوليدات ضيعوا 10 منهم دابا طلعت لينا على الفكره. شكرا. نختم بهذه الكلمه هذه الام الكريمه. نتلقوا ان شاء الله المصطفى المحاسن الذي اعتصم لمده 6 أشهر في معتصم الكرامه هو والد ديالو. نشوفوا الحاله ديالو كما تشوفوا. السلام عليكم ورحمه الله. الله يعاونكم الوالده، سمحوا لينا بزاف. الله يعاونكم. اجي معايا السي من بعيد كما تلاحظون. نحن الآن ننتقل إلى معتصم الكرامة التي تواجد فيه مصطفى محاسن الذي اعتصم مدة 9 أشهر في هذا المكان. كما تلاحظوا الأحباب الكرام، كما تلاحظوا هنا بقايا ديال الهجوم الشرس ديال قائد ملحقة الأمان بجمع الديماني وأعوانه. كما تلاحظوا هنايا هذا هو المعتصم، هذا هو مصطفى محاسن وهذا الابن ديالو. هذه بقايا ديال المعتصم تم تشريده من أفرشته ومن حاجاته الشخصية. كما تلاحظون هذا هو المعتصم الذي نأتي إليه كل ليلة، وعندنا فيديوهات كثيرة في هذا المجال. هذا هو معتصم الكرامة الذي دام فيه مصطفى محاسن وأم فاطمة القريفي لمدة 9 أشهر كما تلاحظون. أريد فقط أن أصوركم هذا المظهر اللي ترونه في هذا المكان، بقايا المعتصم كما تلاحظون، بقايا المعتصم الكرامة. حقيقة نحن في بورما المغرب، بورما المغرب. إذا كانت أقلية المسلمة في بورما يعذبون ويشردون و فهناك كذلك بورما بالمغرب يشردون ويعذبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سي مصطفى محاسن، سمعنا الخبر ديالكم بأن القائد بمجمع الديماني وأعوان ديالو جاء مع 6 صباحا وهجم عليكم في هذا المكان المبارك، المكان اللي معتصمين فيه انتوما. بغينا نعرفوا الحقائق كاملة باش توصل الرأي العام. من حوالي 6 ديال الصباح جاء قائد الملحقة بمجمع الديماني محفوف الأعوان ديالو يتم اقتحام لهذا المعتصم اللي دام 9 أشهر كما كتلاحظوا. عواد ما غيعطيونا السكن ديالنا هاد الناس هادو، عدوا لينا القمح، عدوا لينا، حيدوا لينا حوايجنا اللي كنا كنتغطاو بهم، ما كنا ساكنين في البرارك ديالنا، ريبوهم لينا، واليوم هما كيحيدوا لينا حوايجنا وما عرفناش المصير ديالنا شنو. ديال هاد السؤال هذا مطروح للجميع، شنو هو المصير ديالي انا وهاد الابن؟ هاد الابن انا اللي حاضنو، ملي كانت عندو 1 و6 شهور، وانا حاضن هاد الطفل كيما كتشوفو، الام ديالو طلقات راسها، كتبت ليا تنازل، تنازلت لي عليه، كيما وضحت لكم بعض الفيديوهات، يعني الدري هذا ما عنديش فين غادي، الدري انا ما عنديش فين غنديرو، لذاك الحال. لذلك الحال ما عنديش فين غندير هاد الدري هذا، في البراكه اللي كانت عندي وكنت كنراعي فيها وكنت كنحضن عليه، ريبوها عليا، واليوم تا دوك الحويجات من بعد 4 سنين ديال التشرد والعشش، وفي البلاصات الخالية اللي ما فيهاش الإنسان، كنوجد راسي أمام الملحقة كنعتصم من أجل هذا الحق اللي هو حقي المشروع، ما كيعطيوش ليا، كيعدوا ليا الصمت لمدة 9 أشهر، من بعد هاد الصمت الرهيب. كيعدوا لي الاقتحام ويدوا لي حويجاتي وحويجات الدري هذا باش كيبدلوا فراش باش كيتغطى. اذا انا شكون غنمشي انا وهاد السيد هذا؟ فين غنمشي انا وولدي؟ علاش مالي انا شنو درت لكم؟ راه مثلا مصطفى يعني فاش ريبوا عليك داو لك حوايجك داو لك المسائل ديالك داو لي المونطات ديالي وداك الشيء باش يعني تسمى دي سارقه؟ بطبيعه الحال كتسمى سارقه مادام انا مريبي لي محالي، مادام انا مريبي لي محالي
وتابعيني حتى للتشرد. انا اللي ما بتش البلاصه فين غنبات انا اللي ما بتش قدام هذه الملحقه وقدام هذا الامن. اذا الامن اللي غيحميني والملحقه السلطات المحليه اللي غتحميني وتراعي الظروف ديالي هي الدوره كتجي وكتحيد لي حوايجي وكتحميني. فين غنمشي؟ دخلنا عليكم بالله الخوتي لما قولوا لي فين غنمشي انا. ومن جديد كيرجعوا كيقول لي جيب الحضانه ما كتبهاش بالتنازل ديال المراه ما كتبهاش 12 شهاد كيقول لي جيب الحضانه ولا ما غاديش نعطيك السكن. كما تلاحظون الان جاءت من بعض الاسر مساعده لسي مصطفى محاسن. في هذه الاثناء جات واحد المساعده جابوا لي مسكين واحد براد تاي مع طبوط مع مسمن. الناس يتفكروا في هذه الوضعيه ديالو اللي هو اصلا ريبوا لي حيد لي المعن ديالو حيد لي حوايجو داو لي كلشي ما خلاو لي المعن ما خلاو لي الملابس ما خلاو لي الافرشه ما خلاو والو. كما تشوفوا تضامن ديال الحي تضامن ديالهم تضامنوا معاه هذا بشكل ديال رحماوي بشكل ديال الرحمه بشكل الاخاء والمحبه وجابوا لي هاد البلاد ثلاثين مع الضباط. نوصلوا الكلام ديالنا مع سي مصطفى محاسن. دابا انا غادي شنو هو المصير ديالي انا كيفاش غادي نتعامل مع الدري كيفاش غنبيتو فهاد الساقع ولا سيما جاي وقت البرد كيفاش انا غنتعامل معاه ما راه عاود حتى شي حاجه ما راه ولا الظروف لا الحياه الماديه ديالي لا المعنويه. اذا المراه طالق طلقت راسها مشات في حالات الناس خلات لي الدري اذا انا وليت انا كنخاصي الامر امرين وليت كنخاصي الخمر امرين ظروف قاسيه تعرضت لواقعه صحيه تفاصيل ديالي بروده الناس ما بغاوش يوفروني علاش بلد الناس خليني شنو درت لهم كيطالبوني بحضانه وما يشوفوش هاد الحضانه اللي حدايا واش هادي ماشي حضانه طالبوني باش تجيب حضانه وهاد المراه ديالها تنازل. سي مصطفى مع الصباح فاش جاو عندك وحيدوا لك حيدوا هجموا عليك وانت ناعس اش حسيت يا سي مصطفى؟ الناس ما جاو بطريقه ديكتاتوريه طريقه قمعيه جاو ريبوا لي العشه فوق مني وانا ناعس كانوا غيقتلوا لي ولدي كانوا غيقتلوا لي ولدي انا دخلت معاهم السيجارات على ولدي قربوش لي ولدي راه غتقتلوا لي ولدي في الاخر شدوا لي ولدي ولا باغيين يقلعوه ليا مني. واش هذا ماشي من العيب ومن العار؟ حنا الام ديال محمد واش انا كلب حيوان؟ راه واخا نكون حيوان غنبقى فيكم. واش انا ولدي الكبده ديالي تجروه ليا من يدي وانا كنجرو انتوما كتجرو علاش؟ علاش كتجرو ليا ولدي علاش؟ حيدوا لي حوايجو تجرو فيك انتوما غنديو. دير من هذا المنبر هذا كنوصل رساله للمسؤولين لعل وعسى يشوفوا بعينيهم ويحنوا بقلبهم ان الامر هنا خطر امر صباح خطير. بنادم ولاو يريبوا لي محاله ويلوحوا الشارع ويحكموا عليه باش بغاو. اذا انا اللي حاسبني على هذه ولا هذيك حاسبك انا اللي خاصني نحاسبك على محالي اللي ريبتي لي وخليتيني شنو هو المصير ديالي انا وهذا الطفل هذا وكتقول لي والله ما كانت هذه الا كانت الا كانت السيف هذا حضرنا كتهضر عليها كاينه. واش الزوجه ديالك استافدت السي محاسن؟ الزوجه ديالي طلقت راسها ما استافدتش ما استافدتش شات حالها ما استافدتش ما استافدتش ما والو. صباح الصباح علينا جاوبنا عليه حنا دابا كشي علاش الزوجه ديالي طلقت راسها وما استافدتش مشات بحالها وخلات لي الدري. اذا انا بقيت كنعيش مع الدري ملي جا هو لقاني انا ولدي راه من العيب ومن العار. هذه الرساله كنوصلها للمسؤولين احرار الدار البيضاء الناس اللي كتضربهم غيرها على الوطن باننا بحالها يرثى لها. حنا اليوم اصبحنا كنعيشوا في الشارع اصبحنا بحال لاجئين اكثر من لاجئين اصبحنا بحال اورما. حنا داكشي اللي كنشوفوه في اورما وليت كنشوفو انا في نفسي من الاهانه من المعيور من سبان من قمع من حقره من اعمال شاقه. انا في هذا المعتصم هذا اديت فيه الكثير. الناس هادو ما بغاوش يستجبوا للمطالب ديالي علاش؟ علاش؟ واش انا فلسطيني؟ واش انا في بلاد فلسطين؟ واش انا في بلاد بورما؟ انا راه مغربي حامل البطاقه الوطنيه ومغربي وعلاش يتعاملوا معايا هاد الناس؟ علاش يتعاملوا معايا بحال هكا؟ علاش؟ اذا مشينا عند عامل مقاطعه البرنوسي اللي جاب بلاص عامل مقاطعه البرنوسي السابق اللي حبوها مر عامل مقاطعه البرنوسي مر عامل مقاطعه البرنوسي رئيس دائرة وأمر بعض الأعضاء ديالو وكان معاهم القايد وتحاورت أنا وياه
قال لي هذا السيد علاش ما بغاش يعطي حقه، قال لي خاصو يجيب حضره. قلت له انا عندي حضره وعندي تنازل وعندي 12 شهر في كاين المشكل. اذا قلت له السيد القائد الملحقه الا طلبتي شي حاجه ما تبقاش طلبها شفوي، طلبها كتابي تطبيقي، حط فيها الخاتم ديال الملحقه باش نعرفوك بانك على حق على الصواب. اذا طلب لي بشي حاجه اللي هي ماشي من حقك وما عندكش الحق فيها، اذا كتبقى كتخدع التعليمات يعني كتولي فوق القانون. السيد هذا كيقول لي انا فوق القانون، انا اللي قلتها هي اللي خاصني نديرها. هو كينعس مع وليداته، كيفاش مع وليداته ما حسبتش شي حاجه، وانا اللي كنقاسي هنا، انا اللي كنقاسي هنا. وهاد الدري هذا كنطلب من المغاربه خوتي المغاربه يتعاونوا معنا، الله يجازيهم بخير وبارطاجيو هاد الفيديو. ولكن شي واحد مستشار قانوني ولا قاضي يحل لنا هاد المشكل هذا، وضع واحد العلامه ديال الاستفهام على هاد المشكل هذا. انا هاد القائد كيطالبني بهاد الوثائق، كيقول لي ولا بد ولا تبقى بالزنقه. وانا من هنا كنقول له ودي راه ما عنديش مشكل مع المراه، طلقت راسها ودار التنازل، باقي كاينه 12 شهاد. اذا لكن شي واحد الله يجازيه بخير يفيدنا، على الاقل يكتب لنا شي معلومات يوضح لينا حتى حنا باش نعرفوا راسنا من رجلين. اذا هنا كنقول لكم هذه راه ماشي دوله الحق والقانون، ماشي دوله المؤسسات، انما حبر على ورق باش يكون واضح. راه من العيب ومن العار تهينوا المواطن في الكرامه ديالو في الاخلاق ديالو. حنا راه ولاد الناس وفي العز تربينا، راه ما كناش كنعرفوا هاد الدل، وما عمر شي واحد حك علينا. ولينا السلطات المحليه اللي غتحمينا وتعطينا الحقوق ديالها، ولات كتمرمد بينا الشانطي، ولات كتعيشنا وسط الدخان، ولات اما شنو هو المصير ديال الدري هذا ملي غيشوف باه تحقر وهو تحقر الطفوله ديالو في ربيع العمر، شنو هو المصير ديالو؟ كيفاش غادي يبقى ينظر للسلطات المحليه ولا الامن ولا كذا ولا كذا؟ كيفاش غادي؟ اذا هذا ولات عنده عقده نفسانيه، لا سيما لا سيما مع الام ديالو اللي لاحته هو طفل صغير وما عمرها شافته، ما عمرها جات تفكرته، ما عمرها مدات له يد المساعده. اذا كيفاش الدري حتى السلطات المحليه كتعد ليه القمع وكتحيد ليه حويجاته، وكتجي كتجيب جيش من البوليس ومن المقدميه ومن كذا يجيو يهجموا ويريبوا على الدري هو ناعس. اذا احترموني بهذا على الاقل، حلوا ولا دقوا عليا وقولوا لي نخرج على الاقل، ثم جيتوا ريبتوها فوق مني. اذا الدري ولدي راه ما عاد في يديه، جروا واحد السيد من هنا راه فك ليه يديه من هنا وراه عفط عليه على رجليه، وراه الدري كما كتشوف راه تكرفس. خليو نسمعوا من ولدي شنو وقع لك اليوم؟ السلام عليكم، انا وقع لي حديث لا يرسل عليه. كنت انا وبابا برا كنا ناعسين، تجا القايد وجا مقدمية ديالو وجاو وبغاو يريبو علينا، ريبو علينا وجرو اللافتات وجرو ملينا دنا وما شدونا بقاو يجرو فيا وركبنا في قناة وقال لي غنديك الخيرية. وجا بابا قال لي انا اش غادي فين غادي بيه، قال لي غندي الخيرية، قال لي ودي جرو فينا ومرمدو بابا ليه اللي مرمدو راه، وجاو بقاو يجرو علينا ويضربو فينا. وجاو جا القايد ودانا السبيطار، غادي بينا السبيطار واش حنا مسطين، بابا مسطين، غادي بيه السبيطار، غادي بيه مركبو في قناقيل غادي بيه السبيطار. وقايد وجمع دي مالي ريب لي داخل انا مسردين اللي كنمشي عندو، كيقول لينا سير وقول لينا ما عندك والو، كيقول بابا جيب ورقة ديال الحضانة. الحضانة راه تنازلة عليا ماما، كنعرفها بورقة هي باش كنعرف ماما ناس تنازلي عليا. و القايد هذا كيقول لك لا سير جيب الحضانة، وهاد الحضانة اللي كدوب فيهم ما شافاش وشردنا. انا بابا شردنا، جاو ريبو لينا البراكة فوق راسنا. باش حسيتي فاش ريبو عليك البراكة؟ نحس بالحقرة او ما كان قاري لا في مدرسة لا في والو، تما المدرسة حرموني منها وشت شي هذا رد مرة الحقرة ولينا كنشوف. ما دخلتش المدرسة دابا فدا؟ باقي كاع ما دخلت المدرسة، الظلم الحقرة ولا دابا راه ملي كنمشي عندهم كيخرج علينا البوليس كيقول لي جروا هذا يدو دو جروا. السلام عليكم. السلام كما تلاحظين مشاهدي الكرام، نحن في الآن في معتصم الكرامة الذي دام لمدة 6 أشهر مع مصطفى محاسن وأمي فاطمة القريفي اللي دام تقريبا 9 أشهر هما في هذا المعتصم. رسالة إلى من يهم الأمر.
رسالة إلى جميع المسؤولين، إمتى غتواجبوا هاد الناس المسؤولين؟ فين هما الصحافة النزيهة؟ فين هي المنظمات الحقوقية؟ فين هم الأحزاب؟ واش هاد الحالات اللي تتمر قدامكم، هاد الحالات اللي تشوفوها الآن، واش عباد الله عمرك شفتي شي واحد مع 6 الصباح العيات ناعسين وهاجمين عليهم وحيدين لهم القياطن ديالهم وحيدين المعتصم ديالهم؟ هاد العيات يقدر يكون عريانات، هاد قاعد يقتلوا في شي حالة ما قدرش يتشاف فيها، مشاو هجموا عليهم. هذا زعما تخل من كرامة الإنسان، هذه المسائل كلها تتخل من كرامة الإنسان. فين هي كرامة هذا الإنسان؟ فين هي كرامة هذه الأمهات اللي كانوا تماك وهجموا عليهم في الثالثة صباحا؟ فين هذه الكرامة؟ هاد الناس وقفوا معاهم، هاد الناس مزيان تجلسوا معاهم في طابلة وكل واحد يدني بحق اللي عنده، اللي عنده شي حق غادي ياخذه. إذا دائما نعتصم الكرامة، نودعكم إلى حلقة أخرى إن شاء الله في هذا المجال أو في هذا المعتصم، معتصم الكرامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.